كيف لا يستجاب له؟ فنحن الحل بأيدينا أن نستغفر وأن نرجع إلى الله. هذا العملاق، هذا الذي رفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الذي جعل نفسه أفقر المسلمين، لأنه عندما تولى الخلافة تصدق بجميع ماله وبدوره. فقيل له: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: حتى أكون أفقر رجل في المسلمين فأشعر بالفقراء، أشعر بالفقراء. هكذا رجل تتكالب عليه الأعداء، فكانت نهاية سيرته وسيرته لا تنتهي ما دام هناك أناس يحبونه ويشهد الله أننا نحبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، فنسأل الله أن يحشرنا معه ومع سيدنا عمر، يحشرنا مع رسول الله ومع سيدنا عمر. هذا الرجل كان ضحية لعملية اغتيال خططها ثالوث، هذا الثالوث لا زال في اتحاده إلى الآن يضرب الإسلام والمسلمين. هذا الثالوث مجوسي ويهودي وصليبي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما أولئك فلا زالوا يحلمون بملك بني ساسان وعودة عبادة النار، حتى أنهم جعلوا مزارا كبيرا لقاتل سيدنا عمر، وكتبوا على بابه: يا قاتل عمر أبشر بالجنة. مجوسي لأنه قتل عمر، أبشر بالجنة. أي جنة؟ والله فليبشر بسلاسل وأغلال وسعيرة، وليبشر بأنه سوف يحشر مع هامان ونمرود وفرعون. اغتيل كيف يغتال؟ كيف اغتيل سيدنا عمر؟ واقف في الصلاة وهو شهيد المحراب. هذا اللقب أطلق على سيدنا عمر، والآن يطلقونه على كل من هب ودب. سيدنا عمر واقف في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فيضرب 3 طعنات بخنجر مسموم، لا يبالي بالطعنة الأولى ولا الثانية، ولكن الثالثة خارت قواه، وهو يظن أن الكلب نهشه، فقال: إن الكلب نهشني. نعم يا أمير المؤمنين، إن الذي نهشك كلب، بل الكلب خير منه، لأن الكلب إذا رآك يا سيدنا يا عمر يقف لك احتراما وإجلالا وإكبارا. ولكن هؤلاء الذين غايتهم هدم الإسلام وهدم أركانه هم كلاب، بل أدنى من الكلاب، فيحمل الجريح الأسد وقد نال مراده. كيف نال مراده؟ كان يدعو دائما ويقول: اللهم إني أسألك موتة في سبيلك وفي حرم نبيك، إني أسألك موتة في سبيلك وفي حرم نبيك. نعم، مت على سجادة رسول الله. فيقول له سيدنا علي:
وكيف تجمعهما يا أمير المؤمنين؟ فيقول له: إن شاء الله جمعهما لي. نعم، جمعتا لك يا أمير المؤمنين. يغشى عليه لا يفيق، يغشى عليه لا يفيق، فيأتيه ابن عباس فيقول: الصلاة يا أمير المؤمنين. فيستيقظ فزعا وهو يقول: أصلى المسلمون صلاتهم؟ لا خير في قوم أضاعوا الصلاة، لا خير في قوم أضاعوا الصلاة يا أمير المؤمنين. أساسة الآن لا يصلون، علية القوم لا يصلون، والذي يصلي يكون متهما، والذي يتمسك بدينه يكون معقدا، والذي يكون غيورا على دينه يكون إرهابيا، ويكون ويكون ويكون. يا سيدي يا أمير المؤمنين، لا خير في قوم أضاعوا الصلاة. من الذي قتلني؟ غلام مجوسي يا أمير المؤمنين. فيسجد شكرا لله. لماذا يا أمير المؤمنين؟ أقول: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي عدا على يد مسلم حتى لا يحاجني بركعة لله. على يد مسلم. والآن المسلمون يضرب بعضهم رقاب بعض، المسلمون يظلم بعضهم بعضا، المسلمون يأكل بعضهم مال الآخر ظلما وزورا وبهتانا. يغشى عليه فيفيق، فإذا رأى على فخذ ولده عبد الله فيقول له: يا عبد الله، ارفع رأسي عن فخذك وضعها على الأرض. فيقول له: يا أمير المؤمنين، أليست فخذي والأرض سواء؟ فيقول: ارفع رأسي عن فخذك وضعها على الأرض، عسى ربي أن ينظر إلي ورأسي على الأرض فيرحمني. يا ويلي، يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي، إن لم يغفر لك يا سيدي فيغفر لمن؟ إن لم يتقبلك يتقبل من؟ يتقبلنا نحن وكلنا ذنوب، يتقبلنا نحن وهذا حالنا. فتفيض روحه، فيأتي سيدنا علي فيقف عند رأسه وهو يقول: رحمك الله يا أخي. اسمعوا إلى قول سيدنا علي: رحمك الله يا أخي، والله كنت خير وزير لرسول الله وخير وزير لخليفته، حكمت فعدلت، وكنت خير أخ، وكنت بهذه الأمة كالأب البار بولده، كالأب الحنين الشفيق على ولده. والله ما أحببت أن ألقى الله بعمل أحد إلا عملك يا عمر.
ما أحببت أن ألقى الله بعمل أحد إلا عملك يا عمر. هذا سيدنا علي يقول هكذا، فكيف كان عمل سيدنا عمر؟ مهما وصفه الواصف ومهما تحدث عنه المتحدثون لا يوفون حقه. فرحمك الله يا أمير المؤمنين في حياتك وفي خدمتك لرسول الله وفي خدمتك لهذا الدين وفي حكمك وحين استشهادك.